يهون هو ده ويدين حيز ولا من يفوي قرآن شريف على نين جمهور العلماء ولا هو دير حيز ولا من يفوي نفاس ولا من يفوي قرآن شريف نفارين جمهور العلماء هو ده عند الله لكن هو دون علماء ولا محققين علماء ولا هو دير حيز ويد من يفوي نفاس ويد من يفوي قرآن فتو سالة فوري فارنين مكيازي طبعا أو جوالتو فتو سالة فوري فارنين نعم فوري فارين كي الله فوري فارنين خد حديث ما الرسول صلى الله عليه وسلم ارشانا عرر ما عائشة رضي الله عنها تعيض ينفرد كان يذكر الله على كل أحواله هر حالة ما ذي هر وقت ما ذي رسول صلى الله عليه وسلم الله ذكر قريته طبعا ذكر معني قرآن وآيات فاره بلك الله تبارك وتعالى قرآن شريف ورزكر بله يا قرآن ما ذي توار إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قولي باك دليل دولن برو دليل يدين عرر ما عائشة رضي الله عنها تعيز يتنى كحي زيين زي وقت مد رسول صلى الله عليه وسلم رفواتي حزقري بالله بولي رأيير تنبي خد زيتنى كسنتا قرية رحادير عرر ما عائشة رضي الله عنها تعيز خد افعل ما يفعله الحاج هذه زيدون هم قرب بكم قرية فريبا غير أن لا تطوفي بالبيت تواف قرينا فريبا طبعا نماز رمانا روزر مناين اگر তলে হন তো আফগারাইও মানা লেকিন হাজ ইয়ে গরি ফারা দা হামল গরি ফারে বলে হইল তলে মিনাত আরফাত মুজালফাত যাই ফারে আল্লাহ জিকির গরি ফারে হাজ ইয়ে কুরআন হরি ফারে তলে হাইজ ওয়েদে মানে হইয়ে কুরআন হরি ফারে হাইজ ওয়না মানে ফারে জানাবত লয়ে কিয়াস গরন ইয়ান সিনো কি আল্লাহ জানাবত ওয়েদিয়ান ওয়াক্তি হাইজ ওয়েদিয়ান গোলাম বাটাই জানাবত ওয়ালা ইয়ে সাইলে নিজর নিজে হন ফাক বরি ফারেন হাইজ ওয়ালা ইয়ে সাইলে নিজর নিজে হন ফাক বরি ন ফারেন হাইজ ইয়ান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আর হুকুম লিয়ারে ও নিজর হন ইখতিয়ার নাই জানাবত মদে কসু নিজর ইখতিয়ার তাকে طيب ارجو حديث اس دي برشان كان خيبو لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث بالترمذي الشريف مزين علماء اجماعا بتقولون هد حديث با ضعيف حديث با قوي نو حديث با ليري احتجاج لو انا ذا حديث با علماء بقبول متفقين دي ضعيف ديان الله اخوتا يبازيان نجي هون حوازين اختيار شيخ بن باز رحمة الله عليه تعين اختيار بجيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة في هذا البرنامج وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهي حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رحمة الله يعني في هذا فمن أهل العلم من قال إنها لا تقرأ كالجنوب واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن الألباني عند الله حضرة إمام مالك ابن تيمية الشوكاني آتي داسيا فصلى به والله أعلم কি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খনকিয়র মানা গজ্জে দেন হাই জয়েদে মাইয়ে হরে কুরআন নহজ্জো এন হো মানা গজ্জে ফানো যা ফলে দলিলর জিকির এ দিন রোরে ইয়ানো খতা হন্নান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানা ন গর দিয়ান তবানিন মুখিয়াজে হরাম মাজে আও জওয়ালত হরাম মাজে আম্মা হাইজ ওয়ালা মাইয়ে ফয়ে কুরআন আতে দরন না جمهور العلماء بقوا مجمعين ده متفقين حيث يد من يفوي قرآن دورين فريبوك يلا الله تبارك وتعالى قرآن شريف ما زي فرمات دين لا يمسه إلا المطهرون قرآن شريف ورين فاك منش دوري بودين خنوكي دوري بودين أرو حد رسول صلى الله عليه وسلم اك حديثات لا يمس القرآن إلا طاهر إجماع العلماء بقوا مجمعين دين حيث يد من يفوي قرآن دوريا رفورين فاريبو ولكن قرآن مكياز فتسالي بإذن الله فوري فاريبو اخوطا يعني كي الله باير قرآن فرد دين او بياني الله مربيال حيز ولا من يفوتو ذكر القرآن فرين قنزة الشمال آية الكرسي فتمنه هولين يار بعدين قرآن فتمنه هولين رمضان اين قيم اتماشوت اين رمضان فضلت ولا ماشوت
تلي ختم دیتا منهار قرآن بچه منهار تلی آرا منا گرید دولین خدوس وقت تو محروم گری فلار منا خونو دولیل سرا منا گرید دولین خدوس وقت تو محروم گری فلار تلی آرا معبود این دورین ادوس وقت تو محروم نگری بالله بولیارین یان بیان گرازد دیل حیز ولا من یفوین قرآن فتو سالی فوری فاره بیدن الله والله اعلم.